جول. اول شيء بنجيب المازر سنيل اللي بيبقوا الكبار، بيجيبوا البيبيز تبعهم ببيض صغير بيحطوه تحت بالتراب. اوكي، البيبيز تبعهم بيصيروا هيدا ستيل كيرتن، كيرتن بيطلعوا بالزاق على الكيرتن تياكلوا الاكل تبعهم اللي بنحطهم على البلانشيت. اوكي، اذا بتشوفون هود الاكل هلا لانه اكيد من عشيه اكلينهم كلهم. الاكل هو سبيشال لالهم، بيكون شيب فود وهو كمان امبورتد من برا. اوكي، حتى المازر سنيل تبع المازر كمان بنجيبهم من برا. البرودكشن تبعهم شو قصدك من برا؟ من سايبرس. بما انه هن بياخذوا الفول برودكشن. بس ليه في الاخضر هيك؟ بياكلوا اخضر هني كمان؟ هذا الاخضر لانه هلا اذا في شوب وشمس ما بتشوفوا ولا بالزيقه من فوق على البلانش، كثير قليل. كلهم بيبقوا متخبيين يما من تحت، اذا بتطلعوا بتشوفون كلهم. طيب هودي شو وضعهم؟ مصفرنين هيك وقعين على ظهرهم مثلا مثل هيدي ميته. هي منيحه بعدها. لا عم فرجيهم لانه عم صور فيديو تشوفوا الناس، يعني فينا نكبها نرجع تحت عم نتركها فوق؟ لا لا هلا مش عم نلمهم. هن بيرجعوا بيطلعوا لفوق يعني. مزبوط، بيطلعوا بس بيطلعوا هودي بيتخبوا، هيدا الحشيش كله بيتخبوا تحته بس من الشوب. اوكي، وبس يكون دائما بدنا نراقب التمبراتور والاميديتي تبعهم، في اصلا ماشينات لراقب التمبراتور، وبس يكون في كثير شوب ومن عشيه بنحط لهم مي. اذا بتشوفوا هيدا مي بس هودي بينزلوا مثل الرزاز، ما بينزل كمية هيك بقوة. طيب سؤال، هيدا ايه لا هلا بس يوع هودي بس نحط لهم المي تيطلعوا ياكلوا الاكل تبعهم. اوكي اوكي، هيدا البزاق مين اللي هو بزاق اسود منه الابيض، بيستعملوا الكوكي تبعها 40 فيها 40% كولاجين للماسك لكل شيء برودوي دو بوتي. وحتى السليف وهودي يعني وحده بيغذي على وجهي. والهن السليف تبعهم بيعملوا لهم اكستراكشن للكولاجين كمان. اوف، يعني هذا اذا نسمعين عرفوا يعني هودي بياخذوه على وجهه صاروا. في اصلا سبا ما الكاكاو شوفسوري كمان مهم كثير للكريم. في سبا بفرانس اسمه سبا دي اسكارجو، بياخذوا اسكارجو بصيروا يمشوه على يعني هودي بياخذوه كرمال اللي يعملوا منه. أنا ما بيرجعوا بعدين بعد ما ياخذوا منهم السليف بياخذوهم ببيعوهم بريستورانت. لا لا لانه تياخذوا منهم السليف بحطوهم بماشين، هي بتصير تعمل لهم تطلع منهم السليف. طيب وليش كل اللي بتصدروه ما بتبيعوا الشيء بلبنان؟ لانه نحن اوريدي جايبين كل البرودكشن من برا والاكل كله مجبور نجيبهم من برا. ايه المازر سنيل جايبينهم من سايبرس، حتى الاكل تبعهم من برا، وبنبقى ماضيين كونترا نحن وياهم انه هن بياخذوا فول برودكشن. طب في طب عربي بيبلعوا سنيل بنية مظبوطة؟ انا سمع فيها هيك للمعدة للقرحة. ولا طقسنا هون نحن بيساعد؟ نحن طقسنا بيساعد. طقس القصع يعني ولا بدهم طقس سقعة، بدهم ايميديتي معينة. اصلا هن اجوا قبل من سايبرس كشفوا على الارض، كنا اخذين غير ارض ما قبلوا فيها، قبلوا بهيدي اللي هون لانه فيها رطوبة فيها سقعة. قديش هودي بتصدروها؟ هلا مفروض باوغست ناخذ كل هيدا البرودكشن ياخذوها، يعني بدها تكون سايز معينه. وهلا الكبار ليه نحن لمينا من تحت الكبار؟ الكبار اخذناهم هلا على الجو بنحطهم بنيرسري فيعملوا هن هنيك البيض بيبقى في تمبيراتور معينه هيك. وين في النيرسري؟ بالجو. غير محل بس كمان تبعين مع بعض. بدك تزور النيرسري الي؟ هلا نحن هون بعد ما عملنا، مفروض هلا السنه نعمل نيرسري عنا. بنصير كلها شيء كبار بنحطه بقلب النيرسري، بيعملوا البيض الصغير بيكبروا بقلب النيرسري بنرجع بنجيبهم بنحطهم هون. هلا لما شاغلة برا ما بياخذوا غير بالزق الاسود. انتوا انه فايتين البزنس قبل بالزق ولا هيك طلعت الفكره انه غريبه؟ نحن بلشنا انه جوزي ارشيتكت. اوكي، بس بلشت شوي تخف بزنس الارشيتكتور وهيك، سكر مكتب الارشيتكتور وقررنا نعمل شيء انه انسايد انفستمنت. اوكي برافو. فكنا عم نفكر هيك شيء جديد، في غير هيدي المزرعه بلبنان؟ في بالجنوب هلا اللي عم نتعاقد نحن وياهم، بيجوا هن هلا من سايبرس بيكشفوا على فريش مان يعني هلا هيدي وكل الانفستمنت اللي حطيناه سابت قبل الثوره وقبل كل شيء، هيدي كانت ادفانتج لعنا اكيد. يعني هلا لازم يطلع ما طلع كل الثوم هذا اللي تعال خلنا على